فهيدي هون رح يطلع two first order systems. وين first order system الأول رح يكون بين مين وين؟ بين الهيتينج element والفلويد. مظبوط رح يصير في عندي هذا الانتقال وهذا في له resistance وفي له capacitance. زي ما كان عندنا RC لو كهربائيا بدكم تفكروا فيها تشبه إلى حد كبير العملية هذه. لو عندي ريزيستنس كهربائية وكباسيتنس من هون ايش اللي داخل عندي هون؟ حاعتبر انه داخل كان عندي فولتج من هون وطالع بدك تيار بصير هذا بس خلينا نفترض داخل عندي فولتج وطالع فولتج وبعدين في عندي بروسيس ثاني من هون راح يصير الانتقال عندي هون في بروسيس بهاي العملية فيرست اوردر سيستم عم بدخلها تي ان وبطلع منها تي اب نعم ليش اعتبرت العلاقة بين الهيتر والفلود يعني راح يكون قصدي فيها فيرست اوردر لانه راح يطلع فيها بول راح يطلع في عندي تايم كونستنت راح يطلع لها تايم كونستنت لو الانتقال هذا كان اميديت ما فيش عندي فيرست اوردر سيستم بس راح يصير في انتقال ما بين هاي درجه الحراره ودرجه شايف درجه حراره تي اي وشايف درجه حراره تي شايف الفولتج هون في انبوت وشايف الفولتج هون في اوتبوت في انبوت ماينس في اوتبوت عبر ايش راح يشتغل؟ عبر مقاومه مش هيك؟ وكل ما زاد الفرق بينهم ايش راح يزيد عندي هون؟ الكرنت مظبوط والكرنت ايش هو؟ وحده ايش؟ كولومز بير سكند مظبوط؟ كل ما زادت درجه الحراره الفرق بين تي اي وتي ايش راح يشتغلوا؟ عبر ايش راح يشتغلوا؟ على المقاومه الحراريه اللي موجوده هون مظبوط؟ مش عندي ثيرمال احنا سميناها ثيرمال كوندكتيفيتي بس ممكن اخذ واحد عليها تصير ثيرمال ريزيستيفيتي ثيرمال ريزيستنس هاي المفروض هو يكون هون ثيرمال كوندكتنس واحد عليها بتصير ثيرمال ريزيستنس مش هدول كل ما زاد واللي انتقل بعدين وين بروح؟ على كاباسيتر مش هيك؟ وكل ما زاد كمية الكولومز اللي مخزنة في هذا الكاباسيتر شو بصير بالفولتج تبعه؟ بزيد كل ما زادت الجولز اللي مخزنة في هذا الفلويد شو بصير درجة حرارته؟ بزيد نفس الطريقة مش هذا فيرست اوردر سيستم؟ اوكي وين تايم كونستانت؟ ايش وحدة التايم كونستانت هون؟ ار سي مش هيك؟ ار سي وحدته بتطلع؟ سكندز او مينتس حسب اذا احنا ماخذين يونتس مختلفة إذا صارت عندي هلا هذه الـ HEAE بتعطيني الانتقال ما بين التنين اللي موجودين هون. عندنا كمان الوحدات اللي بتهمنا هون بتهمني ME CE وبهمني MC. خلينا نطلع ME CE شو بتمثل؟ أخذت سبيسيفيك هيت كاباسيتي للمادة للهيتنج إليمنت وضربته في الماس تبعته. إذا ضربت سبيسيفيك هيت كاباسيتي اللي هي C ضربتها في الماس تبعته، شو الوحدة اللي بتضل عندي؟ جولز بير كلفن، وهذه بتطلع هون سبيسيفيك هيت للإلمنت. هتكون جولز بير كلفن، وهاي رح تعطيني سبيسيفيك هيت اوف ذا فلويد. كمان رح يكون جولز هلا بدنا نكتب معادلتين رح يطلع معي معادلتين تو ديفرنشال ايكويشنز لهذا السيستم في الاول كان يطلع معي 1 ديفرنشال ايكويشن فكان السيستم فيرست اوردر سيستم هون انا اهملت الاسامبشن الاصلي اللي افترضته كنت مفترض انه تي اي دائما بتساوي تي فما كان عندي هون ما كنت خلص كان عندي هون فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن تاخذ على الفلويد هذا كله اللي موجود هون هلا رح يطلع معي معادلتين معادله ديفرنشال ايكويشن لها علاقه بانتقال الحراره من الاليمنت لهون وديفرنشال ايكويشن ثاني تتعلق بدخول الفلويد من هون تي ان وهذا بيطلع طبعا ايش درجه الحراره اللي بيطلع عليها الفلويد من هون؟ تي لانه احنا فرضنا بيرفكت ميكسينج ورح نفترض كمان انه عندي كونستنت هولد اب كونستنت هولد اب تعبير اخذناه من الكيميكال انجينيرنج معناها انه في او الام كلها في هذا كونستنت لانه فرضنا كونستنت هولد اب رح يكون عندي هون اللي طالع كمان دبليو دبليو فدبليو كيلو جرام بير مينيت او كيلو جرام بير سكند ان كيلو جرام بير سكند اوت فهذا هون عندي في كونستنت ورو في اللي هو الام هذه عندي هون
اوكي هي هون البارامترز كلهم اللي بدناهم عشان نقدر نكتب التو ديفرنشال ايكويشنز.